الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرت الصلاة حضرت الصلاة استعدوا للصلاة إن شاء الله نساء ورجالا وأتموا الصفوف يرحمكم الله فإن تسوية الصف من إقام الصلاة استووا واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله إخوان كذلك في الطبق العلوي والنساء كذلك الله يجزكم بخير سووا الصفوف ديالكم حتى إن شاء الله نؤدي الصلاة على أكمل وجه وإن شاء الله تعالى يتقبل منا جميعا وما هي إلا دقائق إن شاء الله تعالى وتعود
الأمور إلى نصابها. أخوات كذلك يسووا الصفوف ديالهم كيعيطوا ولا صبروا إن شاء الله نساء ورجال صبروا إن شاء الله قدموا الأمور ديالكم بشوية إن شاء الله ودقائق إن شاء الله وننتهي من الصلاة. مسموح بين السواري نعم لأنه عندنا العذر عندنا العذر ماشي مشكل فاش يكون العذر ماشي مشكل يوم الجمعة تنكونوا بين السواري ماشي لا العيد العيد اللي هو فيه الناس بزاف الأخير ديال المسجد استوات الصفوف ننتظركم يلا غير حاولوا إن شاء الله تعاونوا دغيا الله يجزيكم بخير. كاين الناس اللي عندهم غادي يرجعوا للعمل ديالهم بعد 8 ونص خصهم يرجعوا للعمل ديالهم باش ما نعطلوهمش الله يجزيكم بخير. كاين الناس اللي خداو غير واحد نص ساعه ولا ساعه من الخدمه وغادي يرجعوا وعدنا بانه 8 نصلي وهي هذه 8 استووا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ويقتفي سبيله حتى ينال من خير الدارين سؤله وأمله، فإنما نحن بالله وله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة الصالحون، أيتها الأخوات الصالحات، نعيش اليوم هنا وفي عالمنا الإسلامي غمرة الفرح بعيد الفطر السعيد، هذا العيد الذي جاء تتويجاً لما كنا عليه خلال شهر رمضان من الصيام والقيام والذكر والصدقة وقراءة القرآن. إنها فرحة حق لنا أن نفرحها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح بإسلامنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. نفرح بانتمائنا إلى أمة هي خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نفرح بإسلامنا الذي علمنا التوحيد ونهانا عن الشرك وحذرنا من مغبة الانغماس في الجاهلية. قال الله العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. نفرح بإسلامنا الذي دعانا إلى الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضاً: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الذي أمرنا ربنا باتباعه والتأسي بأسوته، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. نفرح بإسلامنا الذي دعانا إلى تطبيق مقتضيات الإيمان تطبيق عمل على نهج سلف الأمة الصالح. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الآية. وقال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. نفرح بإسلامنا الذي دعانا إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تطبيقاً عملياً في كل مناحي الحياة. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. وقال سبحانه وتعالى: وقال عز وجل في حق نبيه ورسوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. ونفرح بإسلامنا الذي يدعونا لصلة الرحم، نفرح بإسلامنا الذي يدعونا لصلة الرحم وإكرام الضيف ومواساة المحتاجين والفقراء والمعوزين والأرامل وما إلى ذلك. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونفرح بإسلامنا الذي يدعونا إلى الإحسان في العبادة والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الناس جميعا وإلى كل المخلوقات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونفرح بإسلامنا الذي ينهانا عن الفواحش والمنكرات. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونفرح بإسلامنا الذي ينهانا عن أكل الربا والتعامل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وينهانا إسلامنا، يأمرنا الإسلام وينهانا إسلامنا عن الغش والكذب والزور، عن الغش والكذب والزور. قال تعالى حكاية عن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون، في القراءة الأخرى: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وقال في حق الكاذبين: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال في حق المنافقين أيضا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذاب المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الصالحون، أيتها الأخوات الصالحات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الزور والبهتان: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال في وصف عباد الرحمن المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ونفرح بإسلامنا الذي ينهانا عن الظلم بكل أنواعه وأشكاله. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ووصف سبحانه الشرك بالظلم فقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأمرنا سبحانه بحسن المعاشرة مع الأزواج أي مع الزوجات فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأخرج الإمامان الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وروى أبو داود في سننه عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال:
قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ونفرح بإسلامنا الذي يأمرنا بتربية أبنائنا والعناية بهم ورعايتهم حتى ينشأوا على التدين والصلاح. قال الله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويأمرنا إسلامنا أن نتحاب فيما بيننا، وأن ننبذ الحقد والغل والحسد والبغضاء من قلوبنا. أعيد هذه: ويأمرنا إسلامنا أن نتحاب فيما بيننا، وأن ننبذ الحقد والغل والحسد والبغضاء من قلوبنا. قال الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر المعصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن الحلال ما أحللت، وإن الحرام ما حرمت، وإن الدين ما شرعت، والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله العليم الحكيم. نسألك اللهم العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. اللهم ثقل ميزاننا، وحقق إيماننا، واقبل حسناتنا، واغفر زلاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا من النساء والرجال والأطفال والشيوخ إلا شفيته. اللهم ثقل ميزاننا، وحقق إيماننا، واقبل حسناتنا، واغفر زلاتنا. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وتقبل يا رب من إخواننا وأخواتنا ما أنفقوه في رمضان. اللهم تقبل منهم هذه الأموال وهذه النفقات التي أنفقوها لصالح بيوت الله، اللهم اجعلها في موازين حسناتهم. اللهم اصلح أخواتنا النساء، اللهم يا رب بارك فيهن، اللهم يا رب بارك فيهن، اللهم اجعلهم من الصالحات، اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم أسكنهن فسيح جناتك، اللهم أسكنهن فسيح جناتك. إخواننا الرجال كذلك، والأطفال والشباب، سألك يا ربنا أن تبارك في الجميع. هذه الوجوه الطيبة الحاضرة معنا، والتي كانت تغشى بيوت الله في رمضان، تحضر الدروس والصلوات والتراويح، نسألك يا ربنا أن تبارك في الجميع. اللهم يا رب بارك كما جمعتنا في هذا الجمع المبارك في هذا المسجد وفي كل المساجد يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، اللهم اجمعنا جميعا في مستقر رحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك ونجينا من النار بعفوك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك ونجينا من النار بعفوك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد ضالنا، ورد غائبنا، واقض ديننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا برحمتك من الظلمات إلى النور. هؤلاء الشباب الذين يريدون الزواج، نسألك يا ربنا أن تزوجهم بزوجات صالحات، وأخواتنا كذلك اللواتي يبحثن عن الزواج، نسألك يا ربنا أن تزوجهن بأزواج صالحين. اللهم يا ربي بارك في الشباب، وبارك في الشيوخ، وبارك في النساء، وبارك في الأطفال، وبارك في كل من حضر ومن لم يحضر. اللهم بارك فينا جميعا يا رب العالمين، اللهم بارك في هذا الجمع كله، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين محرومة.
إخوان ديالنا في البلاد التي فيها حروب وفيها مجاعة وفيها تشرد، سألك يا ربنا أن ترحمهم، اللهم ارفع عنهم الضرر، اللهم ارفع عنهم هذا الكرب والشدة التي يعانون منها، اللهم ردهم إلى ديارهم المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم بسبب الحروب وبسبب ما يحدث في بلدانهم، اللهم يا ربي ارجعهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، اللهم خفف عنهم آلامهم وجراحهم، اللهم خفف عنهم آلامهم وجراحهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوف المسلمين واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حكام المسلمين سألك يا ربنا أن تجمع شملهم وأن توحد كلمتهم، اللهم أريهم الحق حقا حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. حكام المسلمين اللهم يا رب اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعلهم أيدا على من سواهم، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. ملكنا محمد السادس نسألك يا ربنا أن تبارك في عمره، اللهم أطل عمره وبارك في عمره، اللهم بارك في جهوده التي يقوم بها لخدمة وطنه ولخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم كلل جهوده بالنجاح، اللهم مكن له وهو في طاعتك يا رب العالمين، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم ارزقه بطانة صالحة تعينه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقه بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتنبهه إذا غفل، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Thank you.
الله 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 الله